كان هذا العام أثبت أنه قاعد يتطور من عام إلى عام ويأخذ أكثر تركيز من كثير من المعامل. نحن في شركة الخليج لصناعة القوارب سعداء أن هذه المرة كل مرة دائماً نعرض فقط الماجستيات، هالمرة بالإضافة إلى الماجستيات عرضنا أيضاً نوماد وعرضنا الأوركس. حقيقة وجدنا أن هذه التصاميم لاقت كثير من الاستحسان، لأن تصاميم مميزة، تصاميم جديدة فيها أفكار جديدة، أصبحنا نملك يخوت أكبر، مساحات أكبر، بحيث أنك تستطيع فعلا أن تعيش فيه لفترة طويلة وتسافر فيه لمناطق كبيرة، مطبخين فيه بدل مطبخ واحد، غرف واسعة. فكرتنا في الغرفة الرئيسية اللي هي كل زجاج مفتوحة عامل ردة فعل ممتازة جدا. إن شاء الله بنعرض أكبر يخت تصنع الآن غلف كرافت اللي هو 140 لأول مرة في أوروبا، أيضا أول مرة نعرض ماجستيات بتصميم كريستيان غاتو، ونحن الآن نسعى إلى السوق العالمي بكل اتجاهاته، فلذلك نحن الآن نركز ونتوسع في السوق العالمي، والمستقبل بتشوف إن شاء الله مفاجآت كثيرة.